إلى شأن تنموية الآن، يطالب مواطنو بلدية سيدي علي بولاية مستغانة بإدخال المحطة البرية حيز الخدمة، خاصة وأنها شيدت منذ سنوات عديدة ولم يستفد منها الساكنة لحد الساعة. سكان المنطقة طلبوا السلطات المحلية باستكمال ما تبقى من الأشغال وتسليمها في أقرب الأجل. التغطية لمخلوف شريف. وهذا البروجي ديجا راه موقف، عنده مدام اللي راه موقف، ومدى بينا شوفوا التفاته طيبه باسكو معاناه تاع الشعب راه طري بزاف. كاع هنا في سيدي علي عندنا ديزاري صغار، شغل البيوس هذاك شغل كيما حنا نقولوا رانا نعانوا تهميش. شوفوا شو ولات مزبله. هنا يخصنا سبحان الله، هذه ضروريه لسكان سيدي علي وسكان المجاور. طبعا احنا هذا المشروع هذا راه مشروع اساسي وضروري لبلديه سيدي علي، لان سيدي علي كما راكم تعرفوا راه خط اساسي، راه يربط ما بين مستغانم حتى البلديه المجاوره وحتى الولايه الشلف، فلهذا لازم محطه بريه هنا في سيدي علي. باش يروحوا يركبوا ولا يروحوا للمستغانم باش يركبوا، ما عندناش محطه هنا، رانا الشعب كاع راهي عانى. مام هنا في لافين ما كاش لي ترونسبور، واحد بيروح كاستور ولا يروح بلاصه واحده اخرى. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي علي أكد أنه سيتم إدخالها حيز الخدمة بعد الانتهاء من كافة الأشغال. مخلوف شريف ثانية. نظن اللي ما باقيش بزاف راه على مستوى الوصاية، بالك في هذه السنة بالك إن شاء الله تكون محطة برية في على مستوى بلدية سيدي علي. حنا انوط النيفو، رانا عارفين باللي ما باقيش بزاف، رانا نحوسوا في البرنامج اللي نطيقوا باش نكملوا هذه المحطه، وين نحطوها باش نطيقوا نكملوها ان شاء الله بور لاشوفي لا ميتر اون سير.